ابدا وكتبت انه حرام تشوهي صورتي كرمال مشكل عائله. البداية مع التلفزيونات المحلية وتحديدا البرامج اللي ما بهمها الا انه تحقق اعلى نسبة مشاهدة، وهالنسبة ما بتحققها الا اذا صارت برامج من الزنار وبالنازل تحكي ساكس وانحطاط واخواتهما، وبالمعركة المشاهد هو الخسران وهو المتضرر الاكبر اللي عم يضطر يحضر، وعفوا على التعبير، زبالة كرمال البرامج الزبالة تجيب نسبة مشاهدة عالية، وينبسطوا مقدمي البرامج ومدراء المحطات التلفزيونية ومسؤولي الإعلانات. فعلى سبيل المثال للحصر، هل مقبول تلفزيونيا برنامج مثل بلا تشفير لتمام بلاء؟ كل ما بشوفه بتسأل عمين الحق، عتمام أو على ضيوفه اللي عم يقبلوا ينزل له كرمال يرضوا تمام ونزواته لأبكائهم أو استفزازهم أو جعلهم يعطشوا ليتوسلوا أنه يعطيهم كبيتنا. مي يا دياب، أنا على فكرة بدي أشرب مي من شفريقي. دختي؟ مش دخت، لا بس بدي مي نشف نشف. جيب الكوباية. الكوباية؟ ايه الكوباية، الكوباية بجنوب بدي لك اياها. جيب الكوباية وحط لي اياها هون لاني بدي اشرب مي لاني قرقعت. يا دياب اعطيني المي. حتى اللحظة بصراحة وشفافية ما فهمت ليه بيمنع عنهم المي. وبالحلقة اللي استضاف فيها أمل حمادي جرب يلعب تمام دور محمي الشيطان، بمعنى انه امل حمادي بتشتم الفنانين على طريقتها وهو بيقول لها مين مفكرة حالك؟ مايا دياب يعني صراحة شو عقدتك من مايا دياب؟ لاقول لك شيء، لا عقدتي ولا شيء، انا حضرت هيديك اليوم قالوا لها انت مصاحبة وائل كفوري؟ سألوها هيك قالوا لها انت مصاحبة وائل كفوري؟ ما بسمح لك تسأليني هيدا السؤال، ما خصك. مزبوط، ما خصك، ما خص الناس بهيدا الموضوع. طولي بالي طولي بالي، ما انت مرة مشهورة ومطربة وفنانة اسم الله عليكي عطولك وعرضك، في عنا حكي نحن بدنا نحكي للفنانين وما تواخذونا عم ننتقدكم، طولوا بالكم سامحونا سامحونا، بس انتوا عايشين ببيتي وانا عطول بشوفكم، يعني شي طبيعي اجي انتقدكم، قلبي كبر وانا طولت عليكم بعرف، بس انا قلبي كتير كبير جاي واحكي عليكم بمحبتي لإلكم. بعتقد انه تمام بهالطريقة انقذ نفسه من ورطة كبيرة مع الفنانين اللي وقعوا ضحية لسان امل حمادي السليط، لكنه بالواقع عم يسقط بالابتزال اكتر واكتر لدرجة ما بقى قادر يطلع حاله من مستوى برنامجه. وبيبقى نسأل الحق على مين؟ عليه او على ضيوفه اللي ذنبهم على جنبهم لانهم عم يقبلوا يطلعوا معه، او الحق علينا لانه نحن عم نلاقي حالنا عم نحضره مثل ما عم نلاقي حالنا عم نحضر اللي أسوأ منه.